سلام، أخيرا قررت إني أكمل هذه اللوحة الناقصة. وأنا بفتش في أشيائي لقيت هذه اللوحة. أنا كنت اشتغلتها من مدة طويلة، من حوالي سنتين، ووقفت وحطيتها على جنب واكتشفتها الآن. فقررت إنه أكمل رسمها. كان عندي يوم فاضي فقلت لا حرام، يعني هي كده مش مكتملة. طبعا هذه اللوحة مش مبنى أفكاري، أنا شفتها موجودة في أنا أقلب في النت شكل مقارب لها. حبيت الفكرة تبعها، هذه صورتها وحط لكم إياها، اللوحة الأصلية عجبتني جدا الصراحة، وحبيت إني أعمل نفس الفكرة. طبعا حقها مش بنفسها بالضبط، يعني لأن حتى ما سويتش كل طرقات الألوان اللي هي موجودة فيها، بس عجبني تدخل ألوان وعجبني، حسيتها كأن كيف أقولها، كله صاخبة، يعني اللي هي الإنسان عبارة عن ألوان، يعني فرح، حزن، أمل، طموح، فوق، تحت، سعادة، حزن، كله كله. يعني هذا البني آدم عبارة عن عدة ألوان. قد ذاك الوقت قررت اني ارسمها، ومشتاق للسبب للاسف اني اضطريت اني اتوقف. فرجعت مرة اخرى لها لما انا اقلب بحاجاتي، طبعا هي بالوان مائية، فقلت خلاص استكملها و بدأت اشتغل فيها. وهي الأمانة مش معقدة، لازم أعترف إنها مش يعني حاجة كومبليكيتد أو رسمة صعبة، يعني أنا مش بطبيعي مش إني رسامة ماهرة جدا جدا، إنما أنا أشتغل على نفسي وأحاول أطور من أدائي في الرسم. بس يعني كيف مش قادرة أوصف لكم كيف الراحة النفسية اللي أنا كنت حاسة فيها وأنا جالسة. لو عارف لما تجلس تلون وتشتغل من غير ما حد، يعني صفاء جدا. فالتلوين يعطيك راحة نفسية، يعني حتى في الآن في المودرن ثيرابي أو العلاج الحديث الآن دائما ينصحونك إنك تريح الحالة النفسية إنك تلون. لو تلاحظوا في الفترة الأخيرة انتشرت كمان في النوت بوكس اللي تنباع في المكاتب، وهذا دائما يجي معاها دفتر تلوين زي رسومات المندالة كذا، فيها أشكال متداخلة جدا، يعني حتى مش رسمة عادية، تكون أشكال متداخلة ويخلوك أنت إيش حياتك، يعني لونها بالطريقة اللي أنت تحبها. فنوع من العلاج بالتلوين، يعني هو فعلا يعطيك هدوء وراحة غريبة كده، انك تنسى اللي حواليك، تركز في التلوين ويجي لك نوع من السكينة. فاذا انا انصح فيه، والان صار جهل جدا، يعني هذه منتشرة اول شيء في تطبيقات التليفون، مع اني ما احبهاش لانه بالتليفون والقلم ما فيها نفس المتعة. انتم ممكن تكتبوا بالجوجل وتنزل لكم صور ابيض واسود تطبعوها وتجيبوا الوان وتلونوها، يعني مش ضروري ترسموها انتم بذات نفسكم، يعني هي موجودة جدا. لو ما فيش معكم هذه الدفاتر ما لقيتوهاش في المكتبات مثلا، مع انها برضو تنباع في المكتبات، حاولوا تنزلوها من النت وتلونوها، صدقوني بتحسوا بفرق. وساعة واحدة في التلوين في اليوم من غير أي حاجة، حطوا ميوزك، حطوا كذا مع نفسكم، بتفرق، بتعطي لكم نوع من التركيز، نوع من صفاء التفكير. يعني انت بتلون بتهدى وبتجيلك افكار كده تتداعب بشكل هادئ، وممكن تلاقي بعض الحلول لحاجات انت بتفكر فيها. وخلي بالك مني أقول التلوين مش الرسم، يعني أنا أتكلم هنا عن متعة التلوين في حد ذاتها، ملهاش دعوة إنك تحب تعرف ترسم أو ما تعرفش ترسم. فحاولوا تجربوها، لأن أنا بالنسبة لي كانت متعة الصراحة، وخلصتها زي ما أنا شفتوا كيف وعلقتها. طبعا لو لاحظت شوية غيرت في الفهم في البداية، عملت خطوط لكن ما عجبنيش النتيجة، لكن عدلتها وعلقتها على الجدار أخيرا خلصت اللوحة الناقصة. سلام، أخيرا قررت